اللي أسعاره للأسف وصلت ل40 جنيه وأكتر في بعض المناطق، ارتفاع كبير جدا وغير مفهوم. عايز أقول لحضراتكم إن إحنا مصر بتحتل المركز من الرابع للخامس في أفضل 10 دول منتجة ومصدرة للبصل، وكل الظروف عندنا يعني بتخلينا ناخد مساحة كده كويسة، أو بتخلينا ناخد مركز مهم في السلعة دي تحديدا، موضوع البصل. ليه بقى عندنا مشكلة فيه؟ ده السؤال اللي دايما بنطرحه في سلع معينة. نظريا ما عندناش أي أسباب إن أسعارها تبقى مرتفعة أو إنها تبقى غير متوفرة في الأسواق، لكن تبص تلاقي الواقع حاجة تانية خالص. ليه كيلو البصل يوصل 40 جنيه؟ سؤال علامة استفهام كبيرة جدا تبقى مطروحة وحاجة محتاجة تفسير. الحكومة عملت قرار تمنع تصدير البصل لمدة 3 شهور عشان يبقى السوق المحلي أو الأسواق فيها المعروض كله اللي الناس محتاجاه، والأسعار تنزل طبقا لقاعدة إيه؟ العرض والطلب، اللي هي اللي احنا ماشيين عليها مفترض. رغم القرار دوت أسعار البصل برضو ما نزلتش. إيه الحكاية وإيه القصة وليه أسعار البصل بتعلى بالشكل دوت، خصوصا إنه ما فيش أكلة ما بيخشش فيها البصل في الطبيخ؟ أنا معايا الأستاذ حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين وكل متابعيكم يا فندم. ليه لسه أسعار البصل عالية؟ طبعا حضرتك ذكرت إن إحنا فعلا بنحتل المراتب الأول بالنسبة لإنتاج البصل عالميا، وبنصدر كميات كبيرة جدا من البصل من كل منتجاتنا الزراعية، وإحنا يعني بنتميز بمنتجنا الزراعي العالم كله بيتهافت عليه. ولكن خلينا نرجع لسدات المشكله من بدايه السنه اللي فاتت واللي قبليها. كان البصل بيباع الطن ب 1500 جنيه وكان بيباع لدى يعني المزارعين من اراضيهم طبعا باسعار متدنيه. طبعا الفلاحين عزفت عن زراعه البصل في هذا الموسم، ادى طبعا لنقص المعروض، وكان عندنا زياده طلب عالميه على المنتج البصل نتيجه طبعا للهند اللي هي بتنافسنا، وطبعا كان عندهم فيضان وهم فرضوا رسوم جمركيه على صادراتهم، فبالتالي الاسواق كلها اللي كانت بتستهدف السوق الهندي استهدفت السوق المصري، وجئنا ب 200 الف طن زياده عن معدلاتنا اللي احنا بنصدرها. فطبعا ال 200 الف طن دول يعني احنا بنقول ان هل ده هيأثر على السوق المحلي؟ نعم في بدايه الموسم، ولكن جاءت الحكومه. ايوه يأثر بقى بالشكل دوت؟ ما هو المعروض مش موجود، المعروض قليل، فبالتالي عندي اليات العرض والطلب هي اللي بتحكم الاسعار. طب انا معاك واحده واحده، المعروض قليل، الحكومه عملت قرار بوقف التصدير، مفروض هنا بقى يبقى المعروض متوفر ينزل السعر، ليه ده ما حصلش؟ احنا دلوقتي كان في بدايه الموسم، هل انت سمعت ان الاسعار كانت ب 40 جنيه؟ كانت الاسعار انت بتتراوح من 18 ل 25، 18 جنيه 19 جنيه جمله، من 20 ل 25 تجزئه، لكن ايه اللي حصل بعد كده؟ ان احنا انتهينا من الموسم، خلاص احنا في نهايه الموسم القديم البصل، وبلسه بشاير البصل الموسم الجديد اللي هو مزروع منه كميات كبيره دلوقتي. فاحنا الكميات اللي لسه داخله الاسواق سواء الجمله وتنعكس بالتجزئه كميات قليله، والبصل المقور اللي هو الابيض الجديد ده بيتراوح سعره من داخل اسواق الجمله من 17 جنيه ل 16 جنيه على اليات العرض والطلب. يعني حضرتك عايز تقول لي عشان ده نهايه موسم. بالظبط، دي الفجوه ما بين انتهاء الموسم القديم اللي هو اللي كان طبعا اللي كان بيتصدر منه داخل الاسواق واللي كان موجود. يعني ده طبيعي انه يحصل في اخر كل موسم من كل سلعه؟ ده طبيعي؟ ما احنا يا فندم الشهر اللي فات كانت الطماطم بكام؟ ما انا بسال حضرتك بغض النظر، هل ده طبيعي يحصل مع كل سلعه في نهايه الموسم يقفز السعر بالشكل ده لحد ما نبدا نزرع من جديد؟ اهو دي فجوه الموسم، ولكن هل احنا ده بيحصل في كل حته في العالم؟ طبعا، لان انتهى ان احنا عندنا مواسم زراعيه، وبعدين المواسم الزراعيه دي بيبقى انتاجها على حسب الحاله الجويه. طب واحنا ليه ما نخططش تخطيط سليم بحيث انه يبقى اخر الموسم ما يحصلش التضاعف في اسعار السلع بالشكل ده، في السكر، في الرز، في البصل، في الطماطم زي ما حضرتك بتقول؟ على ما تذكري يا استاذ العزيزه، انا كنت في مداخله سابقه مع حضرتك قلت لابد يعني اعاده الدوره الزراعيه مره اخرى، قاعدة البيالات من حيث الإنتاج والاستهلاك والتصدير والتصنيع، لأن أنا عايز أبقى خطة. بس هو ده على الورق مفروض حاصل. يعني كقرارات وورق مفروض ما هو حاصل، على أرض الواقع في حاجة مختلفة. على أرض الواقع مش مختلف، لأن الفلاح لما يخسر في منتج بيعزف عن زراعته يعوضه في أصناف أخرى، الأصناف الأخرى اللي بيزرعها المنتج
بكثره بيحصل فيها تدني في اسعارها، والمنتج اللي هو ما زرعوش اللي كان اسعاره متدنيه في الاعوام السابقه بيرتفع سعره. طب ومش عشان كده احنا عاملين الزراعه التعاقديه عشان تضمن للفلاح الحد الادنى عشان ما يخسرش فبالتالي يطمن ويزرع؟ هو ده اللي احنا بنقوله، يا ريت يبقى الزراعه التعاقديه تعمم على المحاصيل اللي هي قابله للحفظ والتخزين، وانا عندي البطاطس قابله للحفظ والتخزين، والبصل قابل للحفظ والتخزين، والثوم ايضا قابل للحفظ والتخزين. ولكن المشكله دلوقتي فين؟ احنا في انتظار الموسم الكبير اللي هو البصل، البصل اللي موجود ده اسمه البصل الابيض المقور. جاي الشهرين اللي جايين، الشهر اللي جاي واللي بعده لغايه شهر 3 و4 كل المواسم هتشتغل عندنا. بدايه اول موسم محافظه سوهاج، بعد كده محافظه القليوبيه، بعد كده محافظه الفيوم، بعد كده كل محافظات الصعيد ومحافظات الدلتا بتشتغل مع بعض، يبقى في كميات كبيره جدا. وانا باكد لحضرتك ان السنه دي الموسم اللي جاي اللي هو هيبقى يعني الزراعه اللي هيبشر ده في كميات كبيره جدا مزروعه من البصل، وترجع الامور لنصابها الطبيعي، ولكن تدريجيا كل ما يبقى عندي زياده. المشكله بقى في اللي هو الفتره اللي لحد ما الامور ترجع للتدريج دوت، معاناه كبيره في الشارع واسعار مرتفعه جدا في اكتر من سلعه في وقت متزامن. النهارده بنتكلم عن البصل في نفس الوقت السكر عندنا في نفس الازمه بقى لنا اسابيع لحد النهارده. معلش يا فندم، ما احنا كانت الطماطم غاليه ورخصت، البتنجان النهارده معلش دي نقولها للناس بقى حضرتك. طيب. مش ليا. لا معذره، انا بقول للاستاذ المشاهدين والاستاذ اللي بيستمعونا واخواتنا واهالينا في كل مكان، احنا عندنا اليات العرض والطلب، هل احنا موافقين على كده؟ طبعا متاذين. هل في اي تاجر او اي منتج دلوقتي في قله المعروض فرحان؟ لا طبعا غير سعيد، لان الاسعار دي اسعار بتضر المواطن، وبالتالي يبقى فيه نسبه ركود، ونسبه الركود ما بقاش فيه بيع ولا شراء، وكل ده بيبقى على اليات العرض والطلب، بس في نسبه ركود في السوق في البصل. يعني التجار خسرانين دلوقتي؟ لا انا ما قلتش ما فيش تاجر بيخسر. لما سعر البصل يبقى 40 جنيه في الكيلو، هل هو مشكلته هتبقى في الركود ولا هو هيستفاد من ارتفاع الاسعار؟ وهو بيبيعه لحساب الفلاح، والناس مضطره وبتشتري على فكره. على فكره هو تاجر التجزئه بياخد من سوق الجمله، وسوق الجمله بيسوق لحساب الفلاح المنتج الزراعي. انا قصدي انه الناس مش هتبطل تشتري بصل مثلا. هو مين اللي هيبطل ياكل ويشرب بالظبط؟ لا والبصل بالذات ده داخل في كل حاجه. طيب رؤيتنا المستقبليه الى ده وزاره الزراعه، ما احنا تحدثنا مع المسؤولين في وزاره الزراعه وقلنا لابد يكون عندنا خطه من خلال الانتاج والاستهلاك والتصدير. وانا لما حضرتك بتقول الزراعه التعاقديه، انا بنادي بالزراعه التعاقديه للمنتجات اللي قابله للحفظ والتخزين. ايوه ليه بقى الزراعه التعاقديه مش مطبقه على كل السلع؟ يعني هي مطبقه على مجموعه من السلع، طب فين الباقي؟ هذا السؤال يرجع لوزاره الزراعه المسؤوله عن كل منتج يزرع في مصر. لكن هل احنا كغرف تجاريه يا فندم، معلش يعني معذره، انا بتحدث، انا من شهر 3 اللي فات وحذرت ان احنا عندنا قله معروض من البصل وعندنا مساحات. ايوه واتكلمنا في الموضوع ده كتير جدا، ما انا عشان كده مش فاهم يعني ليه احنا عندنا نفس الازمات تتكرر في كل سلعه مره. لو كانت المشكله معروفه اذا الحل معروف، ليه احنا قاعدين نعيد بنخترع العجله مثلا؟ لما قرار جه وقف التصدير، احنا اول ما نادى قلنا نرجع عمليات التصدير، وجاءت الحكومه بهذا القرار، حتى ولو جاءت يعني جاء القرار يعني متاخر، ولكن جاء القرار والسوق فعلا كان في توازن ما كانش فيه، لكن احنا خلاص البصل نفسه خلص، المخزون اللي احنا يعني القرار جه متاخر، قرار وقف التصدير. احنا يعني هذا الكلام احنا قلناه بدري وجاء القرار، يعني جه متاخر، ولكن بنقول ان القرار جاء وكان البصل خلاص اللي صدر صدر، يعني كانت كميات كبيره جدا خرجت في التصدير، لان احنا نادينا برجع عمليه التصدير من شهر 3 و4. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ حاتم النجيب نائب رئيس شعبه الخضروات والفاكهه.